الله وبركاته. من أجمل ما قرأت: لما تركب المواصلات مع مراتك ما تسيبهاش تحاسب تحت أي ظرف، حتى لو هتفك 100 جنيه اللي حلتك. وانت نازل من البيت وسايبها لوحدها اتأكد ان معاها فلوس تكفيها. وانت بتديها مصروف البيت زودها 100 ولا 200 جنيه وقول لها اشتري بيهم حاجة حلوة لنفسك. ولو تقدر اعمل لها مصروف شخصي بعيدا عن ميزانية البيت حتى لو مش كبير. وانت ماشي معاها امسك ايدها وخليك انت اللي ناحية العربيات. وانت مروح بالليل ايس كريم او حتى شوكولاتة، كل ما تشوفها طبطب عليها وبوس ايدها وراسها وقول لها شكرا انك في حياتي. وانت بتدعي بعد الصلاة ارفع صوتك شوية وسمعها وانت بتقول: اللهم اجمع بيني وبين زوجتي في الجنة، مودة ورحمة يا صديقي، مودة ورحمة. ده اللي قريته في بوست منشور في احد المواقع، وياريت ده فعلا اللي بيحصل، لكن احيانا في الواقع بيحصل غير كده. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. انا مش عارفة اتصرف ازاي، تعبت ومش قادرة اتحمل اكتر من كده. عايزين تعرفوا انا ليه تعبت؟ تعالوا عرفوا مشكلتي. انا بشتغل وبصرف على البيت، متحملة مصاريف كل شيء ومصاريف بنتي، وياريت على كده وبس. جوزي دايما عايز فلوس ودايما بيخيرني، يا اما اديله الفلوس اللي هو عايزها يا اما اروح عند بيت بابا. ولما اقوله اشتغل يقول لي: وانا اشتغل واتعب نفسي واخلي صاحب الشغل يزل فيا ليه؟ ما تديني انتي الفلوس اللي انا عايزها. وهو ليه ورث عند امه وهي مش عاوزة تديله، وتقوله انا مش معايا فلوس، وهي بتجيب بدل الشغالة 2، لكن بتقوله كده عشان يتخانق معايا انا كل شوية ويطلب مني فلوس. ولما اقوله روح اشتغل ولا بيع عربيتك، مامته تقوله لا ما تبعش حاجة، وعجبها تديلك ماشي، مش عجبها خليها تاكل لوحدها وتعالى انت كل تحت عندي. وفعلا بينزل ياكل تحت عند مامته ويسيبني انا وبنته لوحدنا طول النهار، وما يطلعش غير الساعة 1 بالليل عشان ينام. وتقوله لو قالت لك ليه سايبنا وبتنزل عند مامتك تعالى قولي وانا اطلع اعرف اتصرف معاها، او خليها تروح بيت ابوها ولما تفوق وتتصل بيك وتقولك تعالى خلاص خدني وهديلك كل الفلوس اللي انت عاوزها ابقى ابعتك تروح تجيبها. لكن انا رفضت اني اديله فلوس، لاني كنت مدياله 20,000 فرتكهم في 3 شهور، ولما خلصوا كل شوية يطلب، وانا ما بقتش ملحقة عليه ولا على مصاريفه، وبعزقته في فلوسي وسبته براحته ينزل عند مامته ومش بتكلم معاه ابدا. وامبارح طالع يصحيني الساعة 7 الصبح عشان اروح البنك افكله الشهادة بتاعتي. قلت له لا مش هديك فلوس تاني، وكفاية اني انا اللي بصرف على بيتك وعلى بنتك، المفروض انت اللي تشتغل وتصرف علينا، او روح خلي امك تديك ورثك او تديك من الايجارات بتاعتك. قال لي هي مش هترضى تديني حاجة. قلت له خلاص بيع عربيتك. قال لي لا مش هبيع العربية. قلت له
وانا يعني اللي المفروض اللي اصرف عليك وكل شويه اديك فلوس، مش كفايه عليا مصاريف البيت؟ ففضل يزعقلي وكان عايز يضربني، ونزل لامه. فمامته طلعت وفضلت تزعقلي وتشتم فيا، اما اهلي فمش عارفين يعملوا معاه ايه، مش لاقيين راجل يتكلموا معاه، وكل ما ييجوا يتكلموا مامته تفضل تزعق وتعلي صوتها على اهلي، وهو يقول لهم مش معايا اصرف، خدوا بنتكم يا اما تساعدني وتقف جنبي. انا بصراحة متضايقة منه ومش مأمناله، لانه بيخرج كل اسرار البيت لمامته، وبيشتمني وبيطردني كل شوية، وكمان سايب مامته تشتمني وتبهدلني. واهلي قالولي لو شايفة انه هيتصلح حاله ساعديه، لكن لو مش شايفة ان منه فايدة وان عمره ما هيتصلح حاله سيبيه وتعالي عيشي معانا. انا خلاص تعبت ومش عارفة اتصرف ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تعرفي قصة أو حكاية ممكن تكون عبرة وعظة للآخرين، فما تبخليش بيها على الناس، وحاولي تنشريها وتفيدي بيها غيرك. ولو في حياتك مشكلة ومش عارفة تحليها لوحدك ومحتاجة حد يشاركك في حلها، اتواصلي معايا على رقم الواتس الموجود في صندوق الوصف، وأنا هرد عليكي وأقدم مشكلتك